السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. في فائدة يا أخواني ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بصراحة أول ما سمعتها والله سعدت بها كثيرا، وأتمنى يا أخواني أن تسمعوا لهذه الفائدة وأن تنشروها حتى تعم الفائدة، ألا وهي إذا انتقض وضوء المصلي يوم الجمعة، يوم الجمعة أثناء الخطبة، وإذا ذهب يتوضأ ستفوته الصلاة، كأن تكون الحمامات بعيد، كأن يكون في الحرمين الشريفين زحام وكذا، إذا راح يتوضأ راحت عليه صلاة الجمعة، وإذا تيمم سيدرك صلاة الجمعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الحالة يتيمم ويصلي الجمعة، لأنه إذا ذهب يتوضأ ستفوته صلاة الجمعة، كأن تكون الحمامات بعيد أو يكون زحام إلى غير ذلك. هذا في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد، وكذلك في صلاة الجنازة. ركزوا على هؤلاء الثلاث: صلاة الجمعة، العيد، الجنازة. طيب لو حصل له نفس الحالة هذه في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، يقول الشيخ ابن عثيمين إذا حصل له هذه الحالة مثلا قال في صلاة الظهر فعليه أن يذهب ويتوضأ، لو انتقض وضوءه في صلاة الظهر فعليه أن يذهب ويتوضأ حتى لو كانت الحمامات بعيدة ولو كان هناك زحام وستفوت صلاة الظهر، يذهب ويتوضأ في هذه الحالة ولا يتيمم. لماذا؟ لأن صلاة الظهر سوف يدركها، بخلاف صلاة الجمعة يروح وقتها، وكذلك صلاة العيد، وكذلك صلاة الجنازة. هذه هي الفائدة باختصار، وتلقونها في كتابه زاد المستقنع، وكذلك موجودة في اليوتيوب. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر للشيخ ابن عثيمين وأن يسكنه فسيح جناته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.